تراني 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 باستثناء أو إلا أو كذلك ما عدا إذن العبارة تراني نعني بها باستثناء أو إلا أو كذلك ما عدا tranne. مثلا pulisci tutta la casa tranne la cucina. Pulisci tutta la casa tranne la cucina. Pulisci tutta la casa tranne la cucina. نظف كل bestetna' al المطبخ. أو نظف كل المنزل إلا المطبخ أو كذلك نظف كل المنزل ما عدا المطبخ بوليشي نظف توتا كازا كل المنزل تراني باستثناء أو إلا أو ما عدا لا كوتشينا المطبخ Pulisci tutta la casa tranne la cucina. Michel l'acra. Ho comprato tutto tranne la carne. Ho comprato tutto tranne la carne. Ho comprato tutto tranne la carne. La kat ishtaraitu kulla shay. باستثناء اللحم مثلا طلبت منك أمك أن تشتري بعض الأشياء فقمت بتلبية طلبها ولكن عندما عدت إلى المنزل تذكرت أنك لم تشتري اللحم فقلت لها اشتريت كل شيء ما عدا اللحم او توتو المثال التالي احمد مانجا توتو رن الباش أحمد مانجا توتو ترني الباش أحمد مانجا توتّو رن إلى أحمد يأكل كل شيء ما عدا السمك؟ أو أحمد يأكل كل شيء إلا السمك أحمد مانجا، أحمد يأكل tutto، كل شيء، راني، ما عدا، باستثناء إلا إيل بيشي، السمك. أحمد مانجا tutto، راني ما عدا باستثناء الا البشّة بoyكيه، بoyكيه، بoyكيه بما ان او طالما ان اذن العباره بوي كي نعني بها بما ان او طالما ان بوي مثلا بويكي فا freddo او acceso il riscaldamento بوي فا freddo او acceso il riscaldamento. poiché fa freddo او acceso il riscaldamento. بما أن الجو بارد, قمت بتشغيل التدفئة. او طالما أن الجو بارد, قمت بتشغيل التدفئة. poiché بما أن او Solma anna. Fa freddo e il giuo O acceso, come tu beta shgile. O scelto. Il riscaldamento è tadfia. Poiché fa freddo, ho acceso il riscaldamento. Mittel اخر. Poiché non ho soldi, non andrò in vacanza. poiché non ho soldi non andrò in vacanza poiché non ho soldi non andrò in vacanza بما أنني لا أملك النقود لن أذهب في إجازة أو طالما أنني لا أملك النقود لن أذهب في إجازة poiché بما أن أو طالما أن نونو سولدي لا أملك نقود نون أندرو لن أذهب إن فاكانسا في إجازة بوي كي نونو سولدي نون أندرو إن فاكانسا مثال آخر بوي كي أو فامي مانجو أنا بيتزا بوي كي أو فامي Mangio una pizza. Poiché oh, ho fame, mangio una pizza. Bime enne ni ge'a, pizza. Poiché bime enne, au tala ma enne, ho oh, fame, enne ge'a. Mangio, se'eculo. una pizza pizza quindi 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 لذلك أو ولهذا إذن العبارة quindi نعني بها لذلك أو ولهذا Quindi. Ho fame. Quindi mangio un pezzo di pane. Ho fame. Quindi mangio un pezzo di pane. Ho fame. Quindi mangio un pezzo di pane. أنا جائع لذلك سأكل قطعة من الخبز أو أنا جائع ولهذا سأكل قطعة من الخبز أو فامي أنا جائع كويندي لذلك أو ولهذا مانجو سأكل أون بيتسو قطعة باني خبز Un pezzo di pane che il hubs. Ho fame, quindi mangio un pezzo di pane. Mithal akher. Ho sonno, quindi vado a letto. Ho sonno, quindi vado a letto. Ho sonno. quindi vado a letto أشعر بالنعاس لذلك سأذهب إلى السرير أو أشعر بالنعاس ولهذا سأذهب إلى السرير أو sono أشعر بالنعاس quindi لذلك أو ولهذا Vado, سأذهب il إلى السرير sonno quindi vado letto بدلاً من استخدام العبارة quindi يمكننا استعمال عبارة أخرى لها نفس المعنى وهي العبارة Perciò Perciò بيرتشو لذلك أو ولهذا إذا العبارة بيرتشو لها نفس المعنى مع العبارة كويندي ونعني بها لذلك أو ولهذا مثلا أوفامي بيرتشو مانجو أم دي باني "أو فامي، bertsou mangi un pezzo أنا جائع، لذلك سآكل قطعة من الخبز. أو، "أنا جائع، ولهذا سآكل قطعة من الخبز." إذن، bertsou، لذلك، أو، ولهذا. مثال آخر، "وصونّو، bertsou، vado alletto. perciò vado أشعر بالنعاس لذلك سأذهب إلى السرير أو أشعر بالنعاس ولهذا سأذهب إلى السرير ملاحظة لا تنسوا دائما عندما نستعمل العبارة كويندي أو العبارة بيرتشو في الجمله دائما نضع فاصلة قبلهم أي قبل العباره كوين دي او قبل العباره بيرتشو نضع دائما فاصله كما راينا في الامثله تشوي 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 يعني او اي إذن العباره تشوي نعني بها يعني أو أي شوي مثلا أحمد آداتو كي را دومينيكا شوي فرا دوي جورني أحمد آداتو كي را دومينيكا شوي فرا دوي جورني أحمد آ كي tornerà دومينيكا تشوي فرا دوي جورني أحمد قال أنه سيعود يوم الأحد يعني بعد يومين أو أحمد قال أنه سيعود يوم الأحد أي بعد يومين أحمد آديتو أحمد قال كي أن تورنيرا سيعود هو سيعود تورنيرا دومينيكا يوم الأحد تشوي يعني أو أي فرا بعد دوي جورني يومين إذن العبارة تشوي نستعملها لشرح معلومة أو لتفسير معلومة. قلنا هنا أحمد قال أنه سيعود يوم الأحد. متى بالضبط؟ يعني بعد يومين. شوي يعني أو أي؟ شو؟ فرادو جورني. يعني بعد يومين. أحمد قادتك تورني را دومينيكا. شو؟ فرادو جورني. Mithel Achra. Ci vediamo il 27, cioè martedì prossimo. Ci vediamo il 27, cioè martedì prossimo. Ci vediamo il 27, cioè martedì prossimo. Sophonaltakaiyam Sabawaish Run. يعني يوم الثلاثاء القادم أو سوف نلتقي يوم سبعة وعشرون أي يوم الثلاثاء القادم تشي سوف نلتقي إيل 26 يوم سبعة وعشرون شوي يعني أو أي مارتي يوم الثلاثاء Martedì prossimo, io musulmana al-Kadm. Ci vediamo il 27, cioè Martedì prossimo. Mittel-Achr. Puoi stare o andare, cioè fai come vuoi. Puoi stare o andare, cioè fai come vuoi. Puoi stare o andare. cioè fai, come, vuoi. Yumkinu kalbaka o a the herb. Yanni, e fa il Puoi stare, yumkinu kalbaka o a Andare a the herb. Choe, o e fai come vuoi e fai come t'شاء o fai il ma t'شاء puoi stare o andare cioè fai come vuoi affinché 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 nani biha liki o حتى اذا العباره افين كي تعني لكي او حتى ملاحظه اي فعل ياتي بعد العباره افين كي يكون مصرف في صيغه الكونجونتيفو اي فعل ياتي بعد العباره افين كي يكون مصرف في صيغه الكونجونتيفو Methylene, ti ho detto queste cose affinché tu sappia la verità. Ti ho detto queste cose affinché tu sappia la verità. Ti ho detto queste cose affinché tu sappia la «Verita» قلت لك هذه الأشياء لكي تعرف الحقيقة، أو قلت لك هذه الأشياء حتى تعرف الحقيقة. تيوداتو قلت لك queste cose هذه الأشياء affinché لكي أو حتى sappia تعرف. لا verità الحقيقة وكما تلاحظون الفعل الذي جاء بعد افينكي هو الفعل sapere انت تعرف تو ساي tu sai حاضر بسيط ولكن قلنا اي فعل ياتي بعد افينكي يجب ان يكون مصرف في صيغه il congiuntivo يبقى نفس المعنى انت تعرف ولكن يختلف في التصريف إذاً توصي في صيغه الكونجونتيفو تصبح توصابيا انت تعرف افن كي تصابيا لكي تعرف او حتى تعرف تيودتو افينكي ك كي تصابيا لفريتا قلت لك هذه الاشياء لكي تعرف الحقيقه او قلت لك هذه الاشياء حتى تعرف الحقيقه مثال اخر è necessario mettere le pile affinché il giocattolo funzioni è necessario mettere le pile affinché il giocattolo funzioni e Necessario mettere le pile affinché il giocattolo funzioni. من الضروري وضع البطاريات لكي تشتغل اللعبة. او من الضروري وضع البطاريات حتى تشتغل اللعبة. È necessario من الضروري mettere وضع Le pile al batterietto affinché le key o il giocattolo a funzioni. Teshtegl è necessario mettere le pile affinché il giocattolo funzioni. Mittel اخر: Nascondo i soldi nell'armadio affinché i ladri non li trovino. Nascondo i soldi nell'armadio affinché i ladri non li trovino. Nascondo i soldi nell'armadio affinché i ladri non li trovino. E ne ho finito utile, eh? لكي لا يجدونها اللصوص ناسكوندو أنا أخفي إي سولدي النقود نيلارماديو في الخزانة أفينكي لكي أو حتى إي لادري اللصوص نون لي لا يجدونها ناسكوندو إي سولدي نيلارماديو أفينكي إلى دري نون إذا بكل بساطة العبارة أ كي نعني بها لكي أو حتى. إلى هنا نكون قد أنهينا درس اليوم أرجو أن يكون قد نال إعجابكم شكرا على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.